السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا بكم في فيديو جديد. جوهرة امبريمي حرة، اللهم بارك، شي حاجة مزيانة. كريب دوسوا، حاولنا ندير لكم واحد المغيج زوينة. بالنسبة للزواقة راه زواقة جديدة يلا تحطت في السوق، شي حاجة الله يبارك. وبالنسبة للمغيج ديالها حاولنا نديرو معهم احسن ما كاين، يعني احسن لون غادي يجي مع كل زواقة درنا معهم. بالنسبة للعبار فيها عبار زوين، بالنسبة للجوهرة 3.30 متر على 1.20 متر في العرض، بالنسبة للكريب راه في 2.50 متر على 1.50 متر في العرض. بالنسبة للثمن فراه 370 درهم، ثمن مناسب للجميع والتوصيل لجميع مدن المغرب ان شاء الله. اللوينات كما قلت لكم فيها اللوينات زوينين، بالنسبة اللي ما عجبهاش شي لون اللي مارينا معاه ممكن اننا نبدلو مع اللون اللي بغات هي، بحال الترابي ما شاء الله كيجي واعر. بالنسبة لهذا راه كيجي مع الترابي وكيجي مع الموف حتى هو، اللوينات كلهم مغزالين ما شاء الله. والزواقة كما قلت لكم زواقة ناضيين والزواقة راه كلهم جداد. بالنسبة للثمن، الثمن راه مناسب وكما قلت لكم توصل لجميع مدن ان شاء الله. هاد اللوين هذا ممكن تخدمي مع البلوماغير، ممكن تخدم مع هاد الفيغ، حنا اختارينا اننا نديرو مع هاد الفيغ بحكم ان البلوماريم اللي كتخدمي مع الفيغ كيجي ما شاء الله زوين. بالنسبة لهادي كتجي جلابة دو بياس، جلابة خروج، جلابة الحضور، كتجي زوينة. وبالنسبة اللي بغا يخدم مع تكشيطة حتى هي راه كيخدم مع تكشيطة، غير اعلمنا باش اننا نحاولو نعطيو 3 متر حتى في السامبل ديالو. ملي بغا يخدم مع تكشيطة يقول لي يا راه بغيت نخدم هاد التكشيطة باش نعطيو 3 متر في اللون سامبل. بالنسبة للمتراج ديال المزوق راه المتراج ديالها زوين 3 متر و30. هادي ممكن تمري مع هاد اللوين هذا اللي دايرين معاه، او ممكن تمري مع الكحل او البلونكاسي، فاللوان كاملين كيجيو معاها زوينين. وكاين هاد اللوين هذا في الاحمر ما شاء الله، هاد اللون غزال تبارك الله، هاد اللوين كيدي بزاف العريسات، اللون ما شاء الله غزال. ممكن ديري مع هذا الحمر، ممكن تخدميه مع البلونكاسي، ولكن اختارينا الحمر لانه جاه ممتاز، جاه هائل، وما كاينش شي واحد ما غاديش يعجبو بهذا الحمر. هذا اللون كلهم اللهم بارك راه لون ينسيك في لون. بالنسبه جوهره، جوهره حره شي حاجه مزيانه ما غاديش نهضر عليها. والكريب، كريب دوسوا شي حاجه مزيان حتى هو، كريب كوريا. وبالنسبه لهذا اللون هذا رائع ممتاز، لون خطير تبارك الله صراحة الله. هذا راه كيف كي حطينا هذا، هذا هو اول لون تباعو في 4 البياسات كي حطيناه يلا تحط تباع ان شاء الله يبارك. لون واعر، لون زوين، عطيتيه هدية كيسهل، عطيتيه لبستي انت راه كيسهل. لون الالوان كلهم زوينين، حتى الزواقة راه ما شاء الله اللوين زوينين. هذا ممكن تمري مع البلوماغين او لو ممكن تمري تخليه بالموف، حنا حاولنا نديرو بالموف، جاء ممتاز، جاء غزال. اللوان كلهم ما شاء الله ديال هاد الزواقة كلهم واعرين، كلهم كلهم لون انسيك في لون. بالنسبة لهذا مع تيركوا تفادينا اننا نديرو مع الترابي، لان هاد تيركوا تا هو جاء زوين، جاء غزال. المهم حنا لبسنا يعني ماغينا بالذوق ديالنا، واكثرية الناس راه كيتيقوا في ذوقنا والحمد لله، يعني داكشي اللي كنديرو كيعجبهم. بالنسبه اللي ما عجبهاش شي لون راه كنعاودو نماريو ليها بلون اخر وكنصورو ليها حتى تقتنع هي باللون. بالنسبه كما قلت لكم التوصيل لجميع مدن المغرب، بالنسبه لاختي طريقه ديال التوصيل، الناس اللي كاينين داخل الدار البيضاء كتوصلك سلعتك كتخلصيها، الناس اللي كاينين خارج الدار البيضاء كتخلصي سلعتك عاد كنصيفطوها عليك. بالنسبه للثمن كما تكون فرا الثمن هو 370 درهم. هذه الزواقة هي الله يبارك، هذه الزواقة كان عليها طلب كبير، هذا درناه مع البلونكاسي جا خطير. بالنسبة لهذوك اللوينات اللي داخلين في جوهرة راه كتخدمي بهم اختي حتى السامبل، يعني كيجيو واعرين، كتخدمي بهم السامبل كيجيو زوينين. هذا حتى هو الله يبارك لون واعر ما غاديش نهضر عليه تبارك الله، كاينين شي لوان ما تحتاجش انك لا تشكرهم لا تهضر عليهم لا والو، هما شاكرين راسهم براسهم. اللهم بارك، ما عليا غير نقول لي خدات شي حاجه فرا بصحتها وراحتها. وانا اختي راه كنعطيك شي حاجه مزيانه، لون الا ما جاش معاها راه ما كنحطوش معاها بتاتا، ما جاش معاها راه ما غاديش نحطوه كيف ما بغى يكون اي واحد. حتى بنادم اللي كيجيب لينا حنا من عنده وكنبغي وكيبغي لينا الماريو ليه فراه كنعطيوه اللون اللي غادي يجي بالضبط، ما يمكنش انا غادي غير نهز اللون نقول ها هو راه جاك معاه وصافي، يعني كنحاولوا نخدموا معاه حتى نطيحوا ليه في اللون بالتدقيق، واللون اللي بغاه هو واللون اللي يرتاح فيه هو. هذا اللون تا هو الله يبارك لون ناضي ما شاء الله،
اللوينات كما قلت لكم كنحاولوا اننا نحطوا اللون بالتدقيق، نماريو اللون بالتدقيق باش هذاك الشيء يجي زوين. كل لون كنعطيه حقه كنعطيه وقته حتى يطيح لون زوين، باش الشاب المرأة ملي تعطيها الثوب ديالها يعني تكون واخده الثوب عن اقتناع، واخده اللون عن اقتناع وفرحانه به. ما يمكنش اننا غير نكورو ونعطيو العوار، لا حنا كنديروش هذيك الخدمه الحمد لله، يعني خدمه كنخدموا بنيتنا، والناس اللي كيتقدموا من عندنا وعارفيننا راه عارفين كيفاش كنخدموا وكيفاش كنتعاملوا. اللهم لك الحمد. هذا النوار الله يبارك حتى هو جا ممتاز تبارك الله. النوار بالنسبه لهذا ممكن تمرين معاه حتى الماغو، ولكن حنا عزلنا النوار جامعه الله يبارك، جا واعر بزاف ماشي غير شويه. بالنسبه للزواقه اللي كانت فات يعني عندي فيها شي لي موديل غنحطهم لكم ان شاء الله باش يبان لكم في الاخر ديال الفيديو. غنخلي لكم اللوينات مخدومين يعني غيجيو زوينين، غادي يعجبكم بزاف. ممكن تخلي قطان المزيد من المعلومات في الرقم الهاتف موجود في اول الفيديو. ومرحبا بكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.